ادخل. سمو الأمير. غضن فراغة، في أخبار عن المرأة اللي اشتكت عليه للقاضي؟ وحددوا المحاكمة ولا لسه؟ كون الموضوع متعلق بحضرة جنابك فالقاضي عم بيتابعه بنفسه. حدا غيرك بيعرف بهالقصة شي؟ كمان مستشارك القانوني بيعرف بهي القصة. هلأ بيكون الخبر وصل للعاصمة من زمان. أنا وضحت لهم إنه نسيان هي الحادثة رح يكون أحسن لإلنا كلنا، وقالوا لي معك حق. غضنفر، هذا الموضوع طول زيادة عن اللزوم، وتدخل فيه ناس ما كان لازم يتدخلوا فيه بنوب. جيب هديك الخانم لعندي، رح أحكي معها بنفسي. مثل ما بدك سموك. سمو الأمير، احكي. وضع نور بانو مانو منيح أبدا، صار لها كذا يوم بالسجن ولهلأ ما فاتت لقمة على تمها. أنا حتى اسمها ما بدي اسمعه بنوب. جيهان خانو، قلي لي ليش سمو الأمير لهلأ ما طالعني؟ مجبورين نستنى شوي، أكيد غضب سمو الأمير رح يهدى بالآخر. على القليل خدوني على غرفة غير هون، والله رح أموت من الهدمة. نحن عم نعمل كل شي منقدر عليه من شانك، لأنه نحن مديونين إلك بحياتنا. لو خبرتي بمساعدتنا إلك كانوا رمونا فورا برات القصر. طالما هيك ساعدوني بدي طلعوني من هالسجن. خليكي صبورة، بس ما عم بفهم ليش سويتي هيك؟ ليش طلعتي لحالك ورحتي حكيتي مع المرأة؟ لأني بحبه كتير. أنا مو بس بحبه، أنا بعشقه. وكنت مفكرة كمان إنه هو بيحبني. تاري طلعت غلطانة. هالتشاؤم كله ما له لزوم. صدقيني لو حدا تاني عامل هالعملة كان انقطع راسه. واضح إنه ما بده يأذيكي. تعشي قبل ما يبرد الأكل، وجبتلك كم قطعة تياب كمان. انت عندك كتب كتير، اذا حابه تقري شي رح انصحك بهاد. لمين؟ لفيزولي، اشعار من قصه مجنون ليلى. مع انه لغتي ممتازه، بس يعني في مصطلحات ما بقدر اشرح لك اياها، ضروري تقريها انت. اذا كانت قصه حب صار عندي فضول لاقراها. سلطانه، شو رح يصير فيني بعد ما تروحي انتي من هون؟ السلطانة هي ما رح تتركني بحالي ابدا. لا تاكلي هم يا خانو، اذا كنت هون او ما كنت ما حدا رح يقدر يأذيكي نهائيا. ولا تنسي انتي هلا حاملة ببطنك ابن السلطان سليمان. سلطانة بقى الخانو معها حق، هي وحدة ظالمة رح تقتل البنت المسكينة والولد اللي ببطنها من دون ما يرف لها جفن حتى. ضروري تحميها. أنا رح فكر وأكيد رح لاقي شي حل. هذا الطفل مهم يا ألفت، وبالأخص إذا بيكون صبي، وأهميته إنه ممكن كتير ينهي سلطة هيام. ولهالسبب بالذات حكيت معك يا سلطانة. طالما رح تتزوجوا وصفي الباشا بشي وظيفة عنا، وهيك ما رح تنجبري على السفر أبدا. إذا بقضي ليلة تانية مع هداك الواطي بموت من قهري يا ألفت. سلطانة،
ما عندك حل غيره. مولانا السلطان طالع أمر بهالشي ومخلي كل يلي بالحرم لك مستنفرين. سلطانة، مصطفى باشا إجا لهون وطالب يشوفك فورا، وأنا كمان متلهفة كتير لشوفه. لازم نكون حذرين كتير بغياب رستم باشا. فتح عيونك منيح، بكرة اليوم الموعود رح نشوف خضر باشا شو رح يقرر بالأخير. بده الصلح ولا بده الحرب؟ رح نشوف يا سلطانة، إن شاء الله خير. وانت عم بتراقبها لهي الخانم يلي اسمها نازلي يا سنبول؟ اي يا سلطانة، اي نعم. سنبول؟ مريني شو صاير معك؟ انت بشو شارد؟ اشغال الحرم لك يا سلطانة، شو بده يكون فيه يعني؟ وانا شو بيعرفني؟ صار لك فترة مو على بعضك، في شي مضايقك؟ احكي. انا كتير متوتر بسبب الاحداث يلي عم تصير هون. الجو يا سلطانة بالقصر ما عم يهدى بنوب. لإمتى رح نضل على هالحالة هي؟ عم تشتكي يا سنبول؟ لا أعوذ بالله يا سلطانة، بعرف تجاوزت حدودي بس حبيت نبه حضرتك. بفضل نتصرف باعتدال أكتر لحتى نشوف الإيجابيات. والله يظهر ركبنا البحر والموج عم يجرنا للعاصفة، وحاسس إنه سيف مولانا السلطان فوق روسنا. يا أما رح يقطع رقابن إلن، أو يا أما رقابنا. طول الوقت عم بدعي لربي إنه يضل هذا السيف بإيد مولانا السلطان دائما، لأنه لو وقع هالسيف بإيد مصطفى بتعرف شو اللي رح يصير فينا؟ رح يذبح أولادي واحد ورا الثاني، أعوذ بالله، ورح يبعتوني على القصر القديم. وقت رح أخسر سلطتي وأخسر قوتي. لهيك يا ريت يضل هالسيف معلق فوق روسنا، وإذا بدي موت حابة موت وأنا سلطانة. سلطانة؟ لشو جاي لعندي؟ حبيت أعرف وين وصلت تحضيرات العرس يا سلطانة، مستني أرجع على جنتك بأسرع وقت ممكن. أنا بعرف منيح كل عمايلك الوسخة وكل شي عم بتخبص فيه، وبعرف منيح شو عم تعمل بالولاد الصغار كمان. كله حكي وافتراء، عيوني ما بتشوف غير طلعة وشك البهية يا سلطانة. أصلا عيونك هدول بدهن قلع، جاية بكل وقاحة لعندي لهون وعم تحط إيدك بإيد هيام ضدي؟ بعد الشي اللي ساويته مستحيل أرجع لك، بكفي تحملتك كل هالعمر. بدك ترجع لي هلأ لتغلط من أول وجديد؟ يمكن كون أنا غلطت معك، بس أنت كمان غلطتي يا سلطانة. بس الفرق إنه غلطك ارتكبتيه بأسرنا وعلى سريرنا. أنا طلقتك من كذا شهر، يعني هداك سريري وأنا منعتك تفوت لعندي؟ هالشي ما حدا بيعرف فيه غيرنا يا سلطانة. لو إنك فكرتي بمقامي وما عملتي هيك عملة بشعة ما كنت وصلتي لهالحالة اللي أنت فيها. أنت هلأ اللي لازم تفكر بآخرتك، ذنوبك كبيرة ولازمك وقت كتير لتستغفر في ربك. إن شاء الله يسامحك على اللي عملته. يلا خفي لي حركتك شوي. ايه وهذا كمان حلو، هذا اللي فيه شكل احلى والوان. شو هذا اللي بيدي؟ شفتوا هدول يوم هالبضاعه عجبتني. روح، جاي على بالي اخذ اكثر من هيك. خذي القماش، شوفوا هون كثير. ايه وهي كمان حلوه والله، هي كثير القماش ناعم والالوان كثير حلوه. شو هذا يا بنات؟ شو ليش هيك مجتمعين؟ فهموني شو اللي عم يصير عندكم. شوفي يا بنات تفرجوا عليهم ما طول شوي وبرجع. شو حلو ماما نزعل، انت بتاخذي لون وانا لون. آغا انت شو عم تساوي هون؟ انا جبت قماش للجواري.
بس هي كانت حجة لشوفك، جيت خصوصي كرمالك. بعرفك تاجر، طلعت أغا بالحرم ليك. وشلون عرفتي مكاني؟ هديك الليلة لما طلعت فجأة انشغل بالي عليك وقلقت كتير. انت حكيت لي عن واحد بالسوق اسمه قدري أفندي، ولهيك رحت على دكانته، ولما وصفت له ملامحك عرفك. طالما عرفتي كل شيء، ليش اجيتي لعندي؟ طبعا مسكتي علي وحدة وفكرتي كيف بدك تستغليها. بما انك عرفتي كل شيء، روحي من وشي. الله يسامحك يا أخ، بهديك الليلة انا ما قلت لك اني وقعت بحبك. عم تتمسخري علي يا خانو؟ هاي هلأ عرفتي وضعي. قليلي شو بدك مني هلأ؟ تفاجأت أول ما سمعت الخبر، ما صدقت. رحت على البيت وطول الليل وأنا عم فكر، حبيت أتأكد بنفسي. يعني مشان هيك إجيتي؟ كل شي قالوا لك يا مزبوط يا خانو. صح، أنا ماني رجال، ماني رجال. وهلأ روحي. أغا استنى، مو هادي اللي حبيت أتأكد منه؟ حبيت أعرف إذا أنا عم حبك ولا لا. حبيت أجي طلع بعيونك مرة تانية، ما فيني أعرف غير هيك. مو مهم أنت مين، لأني حبيتك ولساتني بحبك لليوم. ما بصير يا خانو، روحي. هالشغلة مستحيل، هالشي مستحيل 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 مستحيل. هي الطريقة صعبة كتير نلاقيها للخانوم. على القليل يخلي سمو الأمير يرجع، لأنه وجوده معنا خطر عليه. أنا رأيي مثلك يا فهد، من شوي رجعت حكيت معه بس هو ما عم يرد علي أبدا. يحيى تعال عندي. هالسوارة لميرونيزا، نحن عم نتعقب الأثر الصح. مثل ما توقعت راحوا على العاصمة، ركبوا أحصنتكم دغري. سمو الأمير، العساكر بيلحقوا أثرها، وياريت حضرتك ترجع على القصر. ما في رجع على القصر لحتى نلاقي ميرونيزا، ميتة أو عايشة. بدي توصل للأمير بيازيد على قصر كوتاهيا. السلطانة فاطمة عندها علم بالموضوع، ما هيك؟ السلطانة يلي فيها مكفية، وماني حابة إنه زيد عليها. مثل ما بدك يا مولاتي. بدي اياكي تكوني حذره، ما بدي هالرساله توقع بايد حدا. دستور حضره سمو الامير جيهانجير. سمو الامير، اهلا وسهلا. هوري جيهان، الكتاب يلي اعطيتك اياه قريتيه ولا لسه؟ قريته كله يا جيهانجير. فيك تاخده بس بدي واحد تاني غيره. بدي يكون مثل هاد، كان كتير حلو. كتير بيزعل اتنين عشاق يحبوا بعض هيك وبالآخر يفترقوا. بالأول وبالآخر هدول بيضلوا قصص. إذا بدك عندي غير كتب. يا ريت الحياة تكون مثل مو بالقصص، ما هيك؟ لو العشاق بياخدوا بعض والأشرار بيخسروا، قديش الحياة رح تكون حلوة؟ ما بعرف، بعتقد كانت رح تكون مملة كتير. شو هالكتاب؟ لا تلمسه. ما تزعل مني، بس هذا الدفتر خاص فيني وما بحب حدا يقرأ أبدا.
وأنا كمان عندي هيك دفتر. وقت ما بلاقي حدا أشكيله همي بقعد بكتب فيه، بكتب عن المشاعر اللي حاسس فيها. وأنت هيك كمان؟ إيه؟ بتحب أعزف لك على الكمان يا جهانجير؟ موافق. ألف مبروك يا بيك، بس هدول كتير كتار. آه معلش، أنت بتستاهلوا. والنعم منك يا بيك. هاي أول مرة بشوفك فيها، واضح أنك مانك من مانيسا. نحن جايين من الأناضول. سمعت أنه صارت حادثة هون قبل كم يوم، قال قتلين حدا من التجار، مزبوط هالحكي؟ مزبوط يا بيك، كان من أعز أصحابي، أخطي هالمسكين الله يرحمه ويغفر له. آمين. إن شاء الله مسكوه للقاتل وحاسبوه. مستحيل يمسكوه يا بيك، سمو الأمير مين بيسترجع يعاقبه؟ ليش شو دخل الأمير بهي القصة؟ كان نازل على السوق متخفي، الناس شو بيعرفهم إنه أمير، وصار الكل يحكي عليه بالعاطل. ولما المرحوم حكى كم كلمة الأمير ما تحمل كلامه فهجموا رجاله وقتلوه. ليش شو حكى؟ ما عندي علم بنوب، بس بصراحة ما حدا بيحبه لسمو الأمير سليم، ما بحطه بزمتي، بس بيقولوا طول الوقت سكرانه مع النسوان. ليش أنه خيري بيجي من أميري بيدفع للناس لحتى يزفقوا له؟ السلطان سليمان حرام يكون عنده هيك ولد، يا حرام. هو طالع لأمه الروسية هيام. ماشي ماشي، السلام عليكم يا أغوات، يسلموا. يلا أمشي. سمعت شو عم يحكوا؟ سمعت شو عامل أخي سليم؟ سمعت سمعت، شو بدي أقول لك؟ هاي المعلومات بتكفينا، خلينا نمشي بقى، والكل بالسوق عم يقولوا نفس الحكي. إذا وصلنا هالحكي لمولانا السلطان أكيد رح يتصرف. لا تستعجل يا مصطفى، شغلنا لسه ما خلص. ما بعرف شو قالوا لك، بس زوجك سحب علي خنجره وحراسي وقت اضطروا إنهم يقتلوا. ما تواخذني يا أمير، بس كان ممكن هاي الحادثة ما تصير أبداً لو مسكت أعصابك وما... مش الحال يا خانو، وما في رجعة من الموت. أنا كأمير عليكم بوعدك من هلأ ورايح أنت بحمايتي، أنت سحبي شكوتك وخلي القضية تتسكر. ما أنا من زمان سحبت شكوتي مثل ما وعدت يا سمو الأمير. شو عم تحكي؟ أنا وعد؟ مفضلتك نور بانو أجت لعندي على السوق، وحضرتها أقنعتني إنه هاي الدعوة ما رح تجيب نتيجة. وغضنفر أغا كمان إجا وحكى معك، ليش وقت ما أخدتي هيك قرار؟ حكي شو يا سمو الأمير، هو إجا هددني. أساساً لو هو سمع كلامي من الأول ما كان صار شي. بس مفضلتك نور بانو عاملتني بإنسانية، هي بنت منيحة، عرفت هالشي من عيونها. ما أنا اللي بعدتها. كان واضح أنها أجت من دون علمك، لأنه أجت متخفية وكان واضح أنها خايفة كتير، يعني هي تخلت عن روحها وطلعت. وأنا موافق على كل شي وعدتك فيه نور بانو، ورح يتم تخصيص مزرعة كل محصولة لإلك، ورح تعيش هنيك مع أولادك بسلام وأمان، وهلأ فيك تنصرفي. سمو الأمير حاولت كتير أحكي معه بالهداوة. روح انهي الموضوع وتأكد أنه القضية تسكرت نهائيا. بأمرك سمو الأمير. فخري يا خانو. شو عم تساوي يا خانو؟
انت حامل ولازم تنتبهي على اكلك وشربك. فخرية خانم لو سمحتي. استنى يا اغا بدي احكي معك كلمتين. بس عفيفة خانم مانع حدا يفوت لعندها. سلطانة هيام بعتتني لعندها وطالبة انها تشوفها. تعي معي. مستحيل ما فيني اجي معك ما بقدر. انت شلون بترفضي طلب السلطانة هيام؟ كوني مطمنة لو كانت بدها تقتلك ما كانت طلبتك بالنهار. هالخوف ما له لزوم. سلطانة، السلطانة هيام بعتتني مشان خبرك إن اليوم المساء عاملة حفلة كبيرة عندها بالحرم لك، وقال إذا بتشرفي رح تكون مبسوطة كتير بوجودك. ما في لا عيد ولا مناسبة، منين طلعت لنا بهالحفلة؟ بتوقع إنه السلطانة حبت تعمل حفلة مشان موضوع العرس تبعك يا سلطانة. رح تشرفي على حفلة مولاتي وشو بتحبي خبرها؟ اي طبعا رح اجي. فيك تروحي عفيفة خانو. شايفة شو عم تعمل هيام؟ مفكرة انها رح تشمت فيني. بكرة رح تعرف يا سلطانة انك انت حدا مو قليل ابدا. عم تعتني بصحتك منيح ما هيك؟ الحكيمة على طول عم بتزورك؟ أنا ما اشتكيت بنوب يا سلطانة. انتبهي ديري بالك لأنه بداية فترة الحمل بتكون خطيرة، فياريت تديري بالك على تصرفاتك من شان ما تأذي للصبي، لأنه شو ما كان حياتك بتتعلق فيه. شو معبيين براسك الحلو، بس ما في لزوم للخوف بنوب يا خانم. أنا بالبداية انزعجت لأنك رحت حبلتي من دون علمي. بتمنى تسامحيني. بس أولاً وأخيراً أنت بتضلي جري وفي عندك أحلامك مثل كل هالجواري، يعني أنك تحبلي وتجيبي أمير لمولانا وتصيري سلطانة. بس إذا كنتي بنت واعية ما لازم تحلمي بولا شغلة من هذا الحكي. شو بدك مني ساوي يا سلطانة؟ بس بعدي عن السلطانة فاطمة وبكفي. لا تخليهم يستخدموكي ضدي لأنه هذا الشيء مو لمصلحتك. أساساً أنا سمعت أنه هي رح تتزوج. صار لي سنين طويلة عايشة بهالحرم لك، وهون ما فيكي تصدقي كل شيء بتسمعي وما فيكي تتأكدي من أي شيء لحتى يصير على أرض الواقع. فيكي تروحي يا خانوم. كل شي تمام؟ لا تقلق يا سلطانة، حطيته بالدواء. كل يوم قبل ما تنام رح تشرب معلقة من هالدواء. شو خير إن شاء الله يا أفندية؟ شو هالموضوع المهم يلي بدكن ياني فيه؟ نحن سمعنا شوية إشاعات بخصوص دعوة من الدعاوي يا حضرة القاضي المحترم، وجينا لنفهم من جنابك شو اللي صار بالتفصيل. وشو هي هالدعوة؟ دعوة التاجر يلي انقتل من فترة بالسوق، وحسب أقوال الناس هاي الدعوة ما حدا قرب عليها، وقالوا إنه سموه الأمير لفلف الحادثة وما عاد حدا سأل عليها. أنت هون بديوان القاضي يا أفندي ما بتعرف شو يعني؟ يعني حتى السلاطين ما إلهم حكم على الديوان،
كل الناس متساوين. وليش لهلا ما حققتوا بالحادثة؟ انت شلون بتتجرأ وبتحاكيني بهالطريقة هاي؟ سامحونا يا سيادة القاضي، نحن احترامنا كبير لشخصكن ولمنصبكن الرفيع، نحن بس يعني متلهفين لنعرف كيف انتقلت هالإشاعات بين الناس. مزبوط، ونحن طالعين على اسطنبول، مين بيعرف بلكي منلتقى بالصدفة بقاضي القضاة. أنا متأكد إنه رح يهتم بهيك قصة. نحن أكيد بلشنا التحقيق بخصوص هالدعوة يا أفندي، بس إجت كوثر خانم زوجة المقتول وسحبت شكوتها نهائيا وتسكرت الدعوة على هذا الأساس. بس كيف بتوافقوا على هيك شيء يا سيادة القاضي؟ في جريمة قتل واضحة مثل عين الشمس، وإلا شو في داعي للدعوة أساسا؟ مظبوط يلي عم تقوله، بس أنا اهتميت بالقضية بذات نفسي، وسمو الأمير كان متنكر بين الناس، والمقتول هو يلي سحب الخنجر وتهجم على سمو الأمير، والحراس بوقتها الحراس قاموا بوظيفتهم وحمولة سموه. حضرتكن بتعرفوا كتير منيح إنه أي أمير لما بيكون متنكر ما بيفصح عن شخصيته أبداً وما بيتسبب بالمشاكل. يعني التاجر تهجم عليه هيك من دون أي سبب؟ القانون واضح ونصوصه مفهومة، الطرفين متفقين بين بعضهم البعض والدين دفعت. عدالة السلطان سليمان ما بتقول هيك، والواضح إنه مهددين المرة بالقتل، وإلا ليش لحتى تسحب الشكوى؟ أنا بنفسي حكيت مع الخانم ووضحت لها إنه دولتنا العالية قوانينها رح تحميها هي وعائلتها لو شو ما صار، بس الخانم أصرت على رأيها، وسمو الأمير كمان وهبها مبلغ كبير ودفع على الدية القانونية. يعني اشتروها بالمصاري وانت سكتت عن هذا الشيء ما هيك؟ خلاص ولك كلمة تانية مثل هاي بتلاقي حالك مستوت بالسجن. حضرة القاضي معه حق، لأنه بالنهاية أمان سمو الأمير ضمن إمارته أهم من أي شيء تاني، وباعتبار أطراف الدعوة متفقين نحن ما فينا نحكي شيء. ما تواخذنا، أخذنا من وقتك حضرة القاضي، سامحنا على تطفلنا. شكرا. شو هاد اللي عملته يا سمو الأمير؟ اهدى شوي. شو ما سمعت شو قال؟ سليم مشتري الكل بالمصاري. القاضي ما قاله ذنب بنوب، الزلمة ما بيطلع بإيده شيء، هيك القانون. وهلأ شو رح يصير؟ أكيد سليم رح ينفض بعملته. اسمعني، أساساً وصول الحادثة لهي النقطة فيها خير إلك أكتر من قبل، لأنه مستحيل يكون في حدا بيقدر يزعزع عدالة مولانا السلطان. هذا شو جابوا له؟ عم تجينا أخبار حلوة من ولاية منيسة يا سليمان. سمعت إنه أهالي منيسة مستقبلين سليم بفرحة كبيرة. واضح إنه ابني رح يدير الحكم بمنيسة بشكل يليق باسمك. إن شاء الله. وبيزيد نفس الشيء. الكل عم يحكوا عن الخدمات يلي عم بيقدمها لأهالي كوتاهيا وعم يحكوا عنه بفخر. ابني شهم مثل أبوه وشجاع كتير. سمعتوا شي يا مولاي أخبار جديدة عن مصطفى؟ مولاي، إجا الريس خضر خير الدين باشا. خليه يجي. مولاي سلطانة، أهلا وسهلا بالرئيس خضر باشا. مولاي أنا بستأذن منك، لازم أرجع على الحرم لك. خليكي هون سلطانة إذا بدك، لأنه حابب ودعك أنت كمان. وداع شو اللي عم تحكي عنه يا باشا؟ أنت وعدتني نطلع الشتوية معنا. مولاي أنا أجيت لهون مشان أتنازل عن منصبي بالدولة العالية. إذا بتسمحوا لي حضرتكم، هالوظيفة اللي خدمتك لها سنين من كل قلبي بطلب عزلي منها.
خير، شو اللي صاير معك يا ريس خضر؟ ومن وين طلعت بشغلة العزل هي؟ صار لي فترة صحتي ما منيحة أبدا. أنتوا بتعرفوا إني كبرت بالعمر. ما عرفنا بموضوع مرضك، بس إن شاء الله ما يكون في شيء خطير. الحكيم عم يتابع وضعي يا سلطانة، بس لهلأ ما عارف شو هو السبب. أنت فيك تروحي وياهم. خير، شو هو هذا المرض وليش ما عندي علم عنه؟ ما حبيت اشغلك بالك يا مولاي، قلت أزمة وبتعدي. كانت حالتي منيحة بس مبارح تعبت كتير، وقلت إني وصلت لآخر أيامي، لهيك بكفي لحد هون وخلص. مستحيل هذا المرض ما يكون له علاج، رح خلي حكيم الخاص هو اللي يعينك. الحكيم نصحني بإني ارتاح يا مولاي، وفوق هيك منعني إني أبحر مرة تانية. وبما أني وصلت لهالحالة فصعب كتير أدي واجبي تجاهكن، فرح أتنازل عن هاي الوظيفة قبل ما أوقع وأغلط يا مولاي. والحمد والشكر لله في مين توكلوا هالمهمة بدالي، مثل صالح ومثل توغورت، هالرجال فيك تعتمد عليهم. المهم عندي هلأ صحتك يا ريس خضر. بالأول خلينا نعرف شو هو مرضك، وبعد ما نعرف المشكلة وقتها نعمل اللازم. مثل ما بتشوف حضرتك يا مولاي. ميرونيسا خانم شو كانت عم تعمل بأماسيا لهلأ؟ هي اللي طلبت تبقى لفترة أطول وما قبلت إنه ترجع معي. شو وضع الرئيس خضر؟ شو قرر؟ رح يروح على القصر، قال بده يقدم استقالته. يعني بالوقت يلي عم نضحي فيه بروحنا الباشا رح يدير ظهره عن المهمة منشان بنته؟ هو عم يفكر إذا ضحى بنفسه رح يحمي بنته ويحمي سموه الأمير كمان. إذا خسر منصبه ما عاد فينا نحمي حدا. شو ما بيعرف هالشي؟ لهلا في عنا أمل. نحنا لازم نعرف وين بنته بأقصى سرعة. أنت والفهد لازم تعملوا المستحيل حتى تعرفوا وينها. شو اللي عم بتقوله؟ انت متأكد اللي شفته بيزيد؟ والله انا شفته بعيوني يا سمو الامير، ووزيره مصطفى كان معه. بيزيد الظاهر انه عرف كل شيء، واول شيء رح يفكر فيه يوصل الخبر للسلطان. وينهم هلا؟ بعتت واحد من الحراس ليراقبهم، وعلى الاغلب راجعين على كوتاهيا. الحقيقة انا متلهفة كتير لاعرف شو هو سبب هالقرار المفاجئ. بتوقع انه قرار عزلي من منصبي اللي بالدولة رح يكون أحسن مشان الكل، ما هيك يا سلطانة؟ بجوز يكون هيك مشان الكل. منشان الكل مولانا، حتى لو مو عاجبه بنوب هاي الحالة اللي انت فيها هلأ، بس بضل بيحبك وبيحترمك. بلكي ما قبل بعزلك. رح أعمل كل شي بقدر عليه مشان أقنع مولاي بالموضوع، طبعا بعد ما ترجعوا لي مهرونيسا. متأكدة إنه باليوم اللي رح يعزلوك فيه رح تلاقي بنتك صارت جنبك ورح تعيشوا أنت وياها بأمان. مولاي
أنا كنت جاية لحتى زورك. طالع على الحديقة خير، شوفي في موضوع حابة أحكي معك بخصوص العرس، إذا مالك فاضي بيجي بعدين. تعالي معي واحكي لي. انتبهوا. سليم بيزيد، يعني معقول تروح من دون ما تزورني يا أخي؟ رستم باشا كمان راح، الله يرجعه بالسلامة يا سلطانة. آمين. عن جد يا سلطانة، قديش رح يكون منيح لو بتضلي عنا لحتى يرجع الباشا. إذا لزم الأمر رح أجي. سلطانة، ما خجلتيني وإجيتي، شرفتونا. ليش في فرحة بتصير من دوني؟ ما بتصير. هوري جيهان، كيفك؟ منيحة؟ إن شاء الله ما عم بتملي هون بالقصر. بفضل الأمير جيهان جير مستحيل ملي يا سلطانة، هو ما عم يتركني أبداً. حلو كتير. سلطانة، قالوا لي خلصت تحضيرات العرس تقريباً. حكيت مع مولانا كمان، الأسبوع الجاي رح ينكتب كتابكن من جديد بإذن الله. شو ما عندك خبر؟ مولاي السلطان أجل العرس. بعد غياب سنين طويلة ما حبيت روح بهالسرعة. شتوية على البواب، منعمل العرس الربيع الجاي إن شاء الله. يلا انتو شو ناطرين؟ يلا رقصوا، وين الموسيقى؟ طيب تفضلي على السفرة. أهلين هوري جيهان، كيف؟